تدفتر تفاصيل. المقابلة دخلتها الشبيبة دون مقدمات ببناء اللعب ومحاولة التسجيل. الدقيقة 5 وإثر عرقلة في منطقة العمليات الحكم بن عبد الله لم يتردد بإعلان الجزاء، وكان في التنفيذ بلال حرباش معلنا أول الأهداف. بعد ذلك رفقاء برشيش حاولوا التقدم في النتيجة بسرعة، لكن المحاولات باءت بالفشل خاصة تلك التي أهدرها بولعويدات إلى غاية الدقيقة 28، أين تمكن رضواني من تدقيق العمل وإضافة الهدف الثاني. اللقاء يتواصل وأصحاب الديار حاولوا الوصول إلى الشباك عسل لرد الزيارة، لكن الآلة الدفاعية للشبيبة أبت وواصلت بولغة الهدف المسطر، وتمكن بولعويدات من إمضاء الهدف الثالث عند الدقيقة 42. ونشير إلى أن بين الهدف الثاني والثالث كان هناك هدفين من تسلل لصالح الشبيبة. المرحلة الثانية حاول أصحاب الأرض وداد تسمسيلت ممارسة بعض الضغط بالكرة الثابتة والهجمة المرتدة، لكن لم تثمر بالهدف. الشبيبة القبائلية لم تتوقف عند الهدف الثالث وراحت تبحث عن المزيد، فجاء الهدف الرابع من طرف بولعويدات عند الدقيقة 56، وأضافت الشبيبة الهدف الخامس خاتم أهداف اللقاء من ضربة جزاء كانت عند الدقيقة 75. بولعويدات في التنفيذ والثلاثية في اللقاء الذي انتهى بتأهل شبيبة القبائل بنتيجة 5 أهداف دون رد أمام وداد تسمسيلت المدعم بأحلى جمهور صفق طويلا للوداد والشبيبة على حد سواء.